السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هجهز معاكم النهاردة صوص الراكو بلونيز، من أشهر الوصفات الإيطالية اللي ممكن نجربها. طريقتها سهلة، مكوناتها بسيطة، أتمنى تجربوها، إن شاء الله هتعجبكم جدا. في طاسة على البوتاجاز هضيف معلقة من الزيت مع معلقة من السمنة. الوصفة الأصلية بتبقى بزيت الزيتون. أول ما يسخن معايا هضيف اللحمة المفرومة وهبدأ أشوحها على نار عالية لحد ما لونها يغير. ده عندي حوالي 300 جرام من اللحم. اول ما لونها يغير بالشكل ده هبدأ اشيلها من الطاسة. هزود معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وده عند الخضار اللي هحتاجه. اول ما الزيت يسخن شوية هضيف حبة البصل، عند حبة كبيرة من البصل مبشورة ناعم. هزود كمان معلقة من السمنة. اول ما البصلة تبدأ تدبل هضيف عند حبيتين من الجزر مبشورين ناعم، وهبدأ برضو احمصهم شوية الاول قبل ما اضيف حبة كبيرة من الكوسة مبشورة ناعم. هضيف عليهم فصين كبار من الثوم ونبدأ نشوحها كويس، وبعد كده هزود عليهم تاني اللحمة المفرومة مع معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وهنبدأ نحمص الصلصة مع خليط اللحمة ده والخضار قبل ما اضيف عصير الطماطم. عند حبيتين كبار من الطماطم ضربتهم بالبلندر، ومن غير ما اصفيهم ضفتهم على طول مع معلقة صغيرة من الخل وملح وفلفل الاسود وورق اللورة. بعد كده هسيب كده الخليط ده على نار وسط يبدأ يتسبك شوية من غير إضافة أي سوائل خالص، حوالي كده 10 دقايق. بعد كده هضيف عليهم كوباية من المية المغلية. أول ما الخليط ده يبدأ يغلي هغطيها وهغطي الطاسة وههدي النار خالص لأقل حاجة، وهسيبها كده لحد ما تستوي حوالي ساعة أو ساعة ونص. كل ما بسيبها مدة أطول كل ما بتتسبك وبتبقى أفضل. ده عندي بعد كده مية سلق المكرونة، هضيف عليها ملح ومعلقة صغيرة من الزيت. وبعد كده اول ما المية تغلي بنضيف المكرونة. انا هستخدم نوع المكرونة الاسباجيتي، وهنا لو انت حابة حسب الرغبة تسلقيها سلق كامل او نص سلقة، وبعد كده بتكملي تسويتها مع الصوص. انا عندي هنا سلقتها كامل لمدة 8 دقايق، وعندي هنا الصوص بعد تقريبا ساعة ونص خلاص يعتبر بقى جاهز. هزود عليهم حوالي 1/3 كوباية من مية سلق المكرونة، وهسيبهم كده بس يغلوا مع بعض 5 أو 10 دقايق على نار وسط لهادي. كده تمام، بعد 10 دقايق ده عندي القوام بتاعها وريحتها تحفة جدا. كده الوصفة تعتبر شبه جاهزة او بقت جاهزة، ممكن تقدميها كده على طول، او لو حابة تكمليها على الطريقة الاصلية بنضيف لها جبنة. الجبنة المستخدمة في الوصفة الاصلية هي جبنة البارميجان، انا هستبدلها هنا بالموتزاريلا مع معلقتين كبار من كريمة الطهي. ممكن نستغنى خالص عن الجبنة والكريمة، بيبقى طعمها تحفة جدا برضو من غيرها. وبعد ما اضيف الكريمة هسيبها بس يغلوا مع بعض 2 3 دقايق، وبعد كده هنقفل عليها وبقت جاهزه للتقديم. الصوص ده ممكن تجهزيه بكميات كبيره وتقدميه مع حاجات كتيره جدا، ممكن هيبقى حلو جدا مع الرز بشعريه او مع الرز الاصفر او الرز البسمتي، لكن هو مشهور ان هو بيتقدم مع الباستا او المكرونه بتبقى تحفه جدا معاه. عندي هنا المكرونه، انا بحب اقدمها بالشكل ده، بسلق المكرونه كامل وبعد كده بضيف على الوش الصوص. لو انت حابه تسلقي المكرونه نص سلقه وبعد كده بتضيفيها على الصوص وبتسيبيهم يغلوا مع بعض تكمل سوا، برضو تبقى شاربه النكهه ويبقى طعمها حلو جدا. وقت التقديم لو حابه تزينيها بالبقدونس او اي خضره متوفره. اتمنى بجد تجربوا الوصفه ديت، وما تنسوش ترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات. متاكده ان شاء الله هتعجبكم جدا. مع الف سلامه.